التنمية والتعايش السلمي بين اليمنيين أبرز مزايا فترة حكم الزعيم علي عبد الله صالح العقوف. القوات الحكومية والمقاومة تتقدم في مأرب وصدى مطالبات بتحريك كافة الجبهات. وميليشيات الحوثي تواصل التضييق على اليمنيين وتحول أفراحهم إلى أتراح. أهلا بكم إلى التفاصيل. 17 من يوليو 1978 لم يكن يوما عابرا في تاريخ اليمنيين، حينما تولى الزعيم علي عبد الله صالح دفة الحكم في البلاد بالتوافق وأيضا بالانتخابات ليضع الحجر الأولى في مدماك الديمقراطية، رغم المخاطر آنذاك، في حين كان مجرد التفكير بالجلوس على الكرسي في ذلك الوقت بمثابة الانتحار والقفز نحو الموت، لكنه ضحى بنفسه من أجل الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمانة. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، مخلصا لديني ووطني وأمتي. شهدت فترة رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح الكثير من التحولات التي صنعت شخصيته الفذة والقادرة على الخروج من التحديات كافة بأفضل المكاسب لليمن أرضا وإنسانا، كان على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الخارجي، ليؤكد أنه رجل الوحدة والسلام. مرحبا بكم. 17 يوليو تموز من العام 1978 للميلاد، تاريخ طوى فترة الانقلابات والاغتيالات السياسية للوصول إلى سدة الحكم في الجمهورية العربية اليمنية، عندما قام مجلس الشعب التأسيسي بتزكية المقدم علي عبد الله صالح للمنصب المغرم رئيسا خامسا خلفا لأحمد الغشمي. لم ينقضي عام على هذا التاريخ، وإذ بالحرب الأهلية بين الشطرين تهدد بالإطاحة بالرئيس صالح، لكن الأخير عرف كيف يحتوي المواجهات المسلحة مغلبا لغة العقل على أصوات المدافع، والجلوس على طاولة الحوار مع نظيره عبد الفتاح إسماعيل رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك، ما وضع حدا للنزاع المسلح بالتوقيع على اتفاقية الكويت في مارس عام 1979، مشددة على الأخذ باتفاقيات الوحدة وأهمية تحقيقها بالطرق السلمية. قاد رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح تطلعات السواد الأعظم من الشعب نحو تحقيق الحلم المنشود المتمثل بإعادة تحقيق الوحدة الوطنية من خلال المصادقة شخصيا على أكثر من 50 اتفاقا ومحطة وحدوية مع قيادات الشطر الجنوبي المتعاقبة، أهمها اتفاقية عدن في 30 من نوفمبر عام 1989، إثر التفاهم مع نظيره علي سالم البيض على إقرار مشروع دستور الوحدة وإحالته إلى مجلس الشورى والشعب في شطري الوطن للموافقة عليه. 22 من مايو عام 1990 أبصر مولود الوحدة الذي طال انتظاره النور، وفتح هذا التاريخ آفاقا جديدة للمناخ السياسي من خلال اعتماد مبدأ التعددية السياسية للجمهورية اليمنية، لتطوى بذلك مرحلة منع الحزبية في الشمال وسيطرة الحزب الواحد في الجنوب. منتصف تسعينيات القرن الماضي كان فترة مصيرية في تاريخ علي عبد الله صالح، فقد أبدى الرجل رباطة جأش وحكمة بالغة ساهمت في الخروج بسفيرة الوطن إلى بر الأمان إثر محاولة الانفصال أو ما عرفت بحرب صيف العام 94.
قبالة الساحل الغربي للجمهورية اليمنية ثمة أرخبيل يدعى حنيش يضم عدة جزر يمنية قامت إريتريا باحتلالها أواخر العام 95، لكن رئيس الجمهورية اليمنية بعد استشارة معاونيه وضع ملف القضية أمام هيئة التحكيم الدولية، وعقب جملة من المرافعات حتى العام 1998 تم الحكم بأحقية اليمن في الجزر المتنازع عليها، ما أعطى ذلك درسا جديدا لدول المنطقة في حل نزاع الحدود بين دولتين أو أكثر. ترسخت لدى النخبة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح القناعة بأن الحوار السبيل إلى حقن دماء الأفراد وحفظ حقوق الجوار، وتجسد ذلك من خلال إقرار مجلس النواب اليمني وبالإجماع معاهدة الحدود البرية والبحرية الموقعة مع السعودية منتصف عام 2000، والتي جاءت تأكيدا لمعاهدة جدة لتنهي وفق مراقبين أقدم وأعقد نزاع حدودي في المنطقة. الوصول إلى يمن موحد آمن ومستقر ذي علاقات متينة مع دول الجوار قائمة على الاحترام المتبادل والحوار لم يرق لأعداء الوطن وفي مقدمهم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث حاولت زعزعة أمن واستقرار الوطن بالحروب الست التي شنتها ضد الدولة ما بين أعوام 2004 و2010. ولما لم تفلح الميليشيا القائمة على خرافة الولاية في إنهاك الدولة، استعانت بالحليف المنادي بالخلافة منادين بإسقاط النظام خلال فوضى العام 2011، والذي من أبرز مظاهرها جريمة العصر باستهداف كبار رجالات الدولة في جامع دار الرئاسة بينما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في 3 يونيو من العام ذاته. جريمة خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي جاءت عليه الذكرى 33 لتوليه مقاليد الحكم في اليمن وهو متأثرا بجراح بالغة جراء الجريمة الإرهابية، لكنه سما فوق الجراح ووقع على المبادرة الخليجية في 23 من نوفمبر حقنا للدم اليمني والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الوطن. وبموجب المبادرة الخليجية سلم دفة القيادة لنائبه عبد رب منصور هادي في 27 من فبراير عام 2012 ليكون ذلك آخر عهد صالح بالسلطة، وكما بدأها بإجماع مجلس الشعب أراد أن يكون الشعب مشاركا في اختيار من يخلفه ليؤكد أنه رجل النهج الديمقراطي والوحدة والسلام. ويرى مواطنون أن 17 من يوليو مثل نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن واليمنيين من مختلف الجوانب الأمنية والتعليمية والإنتاجية وكذلك التعايش السلمي. أيام عبد الله صالح كنا مرتاحين، ناكل ونشرب والأمان، نبدأ أي توحل ونحصل كل شيء في رمضان حق الصالح من بدلات ومن رز ومن زيت ومن سكر من جميع الشيء. نعم. النقص النقص ما حتى يغلق عرفة. صلح لحنا الخير والعافية والأمان والإيمان كنا نبدأ أي وقت، لكن ذحنا نقصر نبدأ حاجة. أنا أخبرك صدق، ممكن ذحنا ما فيش أمان. كنا من أول الواحد يركض له في الشارع ونحصل من جميع الشيء من جميع العالم ونبدأ على الأمن والأمان إحنا، لكن دحين اليوم نقصر نبدأ بقعة. صلح المدارس وصلح مشارع وصلح الطرق وصلح كل شيء عبد الله صالح. أي بن كذب والله صلح كل شيء، والله بارك الله بينه يسكن الجنة. أنا الرطبة حقي نقيب ضيعونا منها من ما مات عبد الله صالح، ضيعونا والله. كنت نقيب والله واستلم بياس واستلم معاشات وضيعونا. على عبد الله صالح كنا في امان، كان في امان، صلح علينا كل شيء، نبدو احنا امنين، نرقد حتى بين مدكات، دحين مهدلين. علي عبد الله صالح رحمه الله كان رجل طيب، بنى جيش، بنى وطن، اسس دوله، عمل المشاريع الحيوية، أوجد البترول،
أوجد المدارس، أوجد التنمية رحمه الله. كان الدولار ب200 ريال، يقدر الواحد يتصرف براتبه حيث يشاء. اليوم راتبه لا يساوي كيس رز. في عهد علي عبد الله صالح كان بنى مؤسسات وبنى طرقات ومشاريع. كانت العملة الراتب حقنا في عهد علي عبد الله صالح يكفينا أنا وعيالي. الآن الراتب أصبح ما يكفينا وأنا وعيالي في دقيق بر. تمام، ما في عهد علي عبد الله صالح كنا مرتاحين. الآن العملة ادهورت مرة، بس احنا كان لا أي شيء في الدولة موجودة. علي عبد الله صالح الطرق والمدارس والمستشفيات كل مكان صلح الطرق، كل ما صلح أبيار للعريان كل شيء صلح علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح كان نعيش في أمان في كل حاجة، نسافر من هنا للمهرة بدون أي خطورة، بدون أي حاجة. بنا احنا جيش، بنا كل حاجة، بنا وطن خالي من كل الآفات. علي عبد الله صالح كنا نعيش في ايده، ان القدر الواحد بيته امن، ان الله بعد الله تعالى امن، نمشي ولا نتحدى واحد ولا واحد يتحدى حلولنا. دحين تاوي يا الله يا لطيف. الى ذلك اكد الشيخ صالح عبد الله الكاظمي احد كبار مشايخ محافظه ابين ان 17 من يوليو عام 1978 كان حدثا تاريخيا مهما، شكل علامة تحول عظيمة وخطوة أولى نحو البناء والتعايش والاستقرار وكذلك السلام في اليمن. لم يكن 17 من يوليو 1978 يوما عاديا، بل كان حدثا تاريخيا ووطنيا مهم، شكل علامة فارغة للمرحلة البناء والتعايش والاستقرار في اليمن. فانتخب المجلس التأسيسي الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح رئيس للجمهورية العربية اليمنية، وانطلقت الديمقراطية في اليمن، وأرسى الأمن والاستقرار والتداول السلمي للسلطة، فانطلقت الديمقراطية في اليمن. إن إنجازات الرئيس علي عبد الله صالح منذ انتخابه رئيس اليمن عديدة، ولعل أبرزها وأهمها إعادة تحقيق الوحدة المباركة والاستقلال بالقرار السياسي لليمن، وبناء جيش وطني قوي ونهج ديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وانطلقت الديمقراطية في اليمن من أقصاه إلى أقصاه بعد تحقيق الوحدة 90. أبى الرئيس أن يطلع رئيس إلا بانتخابات ديمقراطية وتداول السلمي للسلطة. فاليوم أين احنا من النظام الديمقراطي؟ اليمن في تناحر من أقصاه إلى أقصاه. يجب على اليمن إيقاف فوهات البنادق والرجوع إلى النظام الديمقراطي، هو أساس بناء الدولة اليمنية الضايعة على كل يمني. فنحن اليوم نكتوي بنار الفقر والجوع منذ غياب الديمقراطية. فهنيا للرئيس القائد علي عبد الله صالح الذي قتل على أسوار صنعاء وهو يدافع عن النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي. في مأرب تمكنت القوات الحكومية والقبائل من تحرير مركز مديرية رحبة بعد تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية. وذكرت مصادر عسكرية أن مجاميع من ميليشيا الحوثي سلمت نفسها للقوات الحكومية وللقبائل في أطراف مديرية رحبة بعد أن تركتها قيادات الميليشيات ولادت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات استراتيجية، ومنها مناطق معين ومضرة وبقثة، وأيضا مواقع العيارات والطرة وغيرها من المواقع المهمة. وأضافت أن المعركة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح وكذلك أسير، إضافة إلى خسائر أخرى، ف
في العتاد بنيران القوات الحكومية والقبائل وبغارات الطيران، فيما استعادت القوات الحكومية 4 أطقم بعتادها وثلاث عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية والقبائل أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما في جبهة الكسارة غرب مأرب والأخرى في جبهة رحبة جنوب غرب المحافظة. تواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التضييق على اليمنيين وتقوم بمنع إقامة الاحتفالات وتقتحم صالات الأعراس بصورة تتنافى مع أخلاقيات اليمنيين بعد حملة تحريض تجرم فيها الأغاني في هذه المناسبات. بهذا التخلف الأرعن والعنجهية الفارغة تهاجم ميليشيا الحوثي قاعات الأعراس والمناسبات وتواصل تضييقها على اليمنيين من خلال منع إقامة الاحتفالات الفرائحية ومنع وجود الفنانين لتزيد المشهد قتامة في بلد تعود أبناؤه على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم في الأطراح والأفراح، ولن تستطع جماعة عنصرية ضمص هذه العادات التي تمثل بالنسبة لليمنيين المتنفس الوحيد خلال ظروف الحرب التي تمر بها البلاد. تظهر هذه المقاطع جزءا من العبث الحوثي الحاصل بحق اليمنيين في أفراحهم، حيث اعتدت مجموعة مسلحة من ميليشيات الحوثي على قاعة النغاش في محافظة عمران لتكشف بذلك عن وجهها الخفي ومساعيها الحثيثة في حرمان اليمنيين من كل ما هو جميل. هذه العناصر الحوثية غاصت بين الحضور وتمكنت من انتزاع فنانين وآلاتهم الموسيقية بقوة السلاح، ولم تكتفي بذلك وحسب، بل وبكل بجاحة أخذت العريس وإخوانه واقتادتهم إلى جهات مشهولة دون سبب يذكر، غير أنها لا تحترم قدسية مناسبة أو احتفال ينتظره البعض لعشرات السنين. إلى جانب هموم المواطنين المثقلين بمرارة الحرب وظروفها الاقتصادية الأسوأ بين دول العالم، تريد ميليشيا الحوثي تغييب أي شكل من أشكال البهجة التي قد تخفف من آلام اليمنيين ومآسيهم لتكشف عن سوء نواياها تجاه اليمنيين، ولم يعد من الممكن التعامل معهم ولو بقليل من الاحترام وحفظ الكرامة. هكذا تصرفات حوثية تتطلب من كافة شرائح المجتمع مواطنين ومشايخ ومسؤولين اتخاذ مواقف حازمة لإيقاف العبث الحوثي والقرارات التعسفية التي تجرم الأفراح وتحولها إلى مآتم وقاعات شغب تثير من خلالها الفوضى التي بدورها تنعكس سلبا على حياة المواطنين في أفراحهم ومناسباتهم. وبالعودة لمستجدات المعارك في مأرب وكذلك البيضاء، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم القوات الحكومية العميد عبد المجلي. سيادة العميد أهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. مرحبا بك. هل تم فعلا تحرير كامل منطقة رحبة وهل هي في مأمن الآن وماذا تعني هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أخي العزيز والطاقم الإعلام في قناة اليوم اليوم وللمشاهدين الكرام. وبداية نهني قيادتنا السياسية وشعبنا اليمني ورجال القوات المسلحة البواسل والمقاومة الشعبية في كل القبائل القتالية وكذلك رجال القبائل الذين ساندوا الجيش الوطني في معاركه ضد تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. ما زال الأبطال حتى هذه اللحظة يواصلون الانتصارات والبطولات والتضحيات والمواقف الخالدة ويخوضون معركة التحرير واستعادة الوطن من قبضة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. أخي العزيز، الانتصارات مستمرة وأكثر الجبهات اشتعالا هي جبهة مراد ورحبة والماهلية في محافظة مأرب. أكثر الجبهات اشتعالا، أكثر الجبهات انتصارا، أكثر الجبهات تقدما بعد أن تحول الجيش من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية
نعم. خلال الساعات القليلة الماضية شنت قوات الجيش المقاومة الشعبية وبإسناد طيران التحالف، وتمكنت قواتنا أخي العزيز من تحرير مناطق هامة وجبال وتلال استراتيجية وحاكمة، منها مناطق معين ومضرة وبقسة ومواقع العيارات والطرة. وبعد قطع طرق الإمداد عن الميليشيات تم السيطرة على مركز مديرية رحبة وتواصلت المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية رحبة بالكامل. وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، وكذلك خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية بالمعدات والأسلحة والعربات والأطقم. طيب سيادة العميد، بهذا التحرير ومدفعية الجيش، نعم، كما تساعد قواتنا أيضا عدد من الأطقم والعيارات والمدفعية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة. طيب يعني هذه أول منطقة الآن تستعدها القوات مسنودة برجال القبائل، بقي 12 مديرية بيد أو تحت قبضة الميليشيات الحوثية، ما هي الخطوة التالية بعد رحبة؟ الحقيقة نحن نقول أن المعركة دوما لها أسرارها ولها خفاياها، ولكن إجمالا حقيقة تحرير مديرية رحبة من قبل جبهة مراد ورحبة وكذلك المائلية سيكون لها أولا أخي العزيز أهمية كبيرة، حيث أنها ستقطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، تتحكم في تلك الجبال الهامة والاستراتيجية، ستحقق التحام الجبهات مع جبهات محافظة البيضاء، وأيضا ستكون أيضا من التحام الجبهات الأخرى مع محافظة مارب، أيضا ستشكل أيضا طوقا حانقا على الميليشيات الانقلابية الحوثية ليس في محافظة مارب فحسب، ولكن لاستكمال تحرير كل المناطق التي ما زالت تقع تحت نير تلك الميليشيات الحوثية الانقلابية. أيضا ستكون تلك الحاضنة الشعبية وتلك القوات المدربة من الجيش الوطني وأيضا الذين المساندين من رجال القبائل سيتم تحرير بقية المناطق. نعم سيادة العميد، هل نستطيع القول الآن بأن الجبهات تحركت بشكل فعلي، خصوصا أن هناك تزامن مع التقدمات التي حدثت في البيضاء والآن في مارب؟ حقيقة نقول الانتصارات تولد الروح المعنوية، الانتصارات تولد الروح القتالية، تولد الكفاءة القتالية، تولد أيضا المعنوية لدى شعبنا اليمني ولدى الحاضنة الشعبية في تلك المناطق التي تشتعل فيها المعارك. وهذا دليل بالأمس القريب أخي العزيز في مديرية رحبة كان هناك تكاتف كبير من قبل كل المواطنين في هذه المديرية التي رفضت تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، واستخدموا كافة الوسائل والأسلحة التقليدية والأسلحة الحديثة والأسلحة المتوسطة ضد تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، وتزامنت أيضا مع انتصارات في جبهات المشجح والجدعان والكسارة من خلال القضاء على تلك التسللات وأيضا الهجمات المضادة ضد تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية. نعم. واستعدت أيضا عدد من المواقع، وتم أيضا أخي العزيز إسقاط طائرة مسيرة في مديرية رحبة، وكذلك طائرة مسيرة أيضا في جبهات الكسارة كانت تستهدف المدنيين. نعم. نستطيع نجمل القول أن أيضا في جبهات الماهلية تم السيطرة على منطقة عشيرة درع الديمة والربع علفاء، وتبت الخرابة الواقعة في منطقة ميسرة علفاء، وتقدمت قواتنا في تلك المناطق، وما زال التقدم مستمر حتى هذه اللحظة بمعنوية عالية، بعزيمة، بكفاءة قتالية، بتدريب جيد، تتحقق تلك الانتصارات. نعم. وفي محافظة البيضاء ما زال هناك التقدمات، وخاصة في جبهة ناطع الطيران المقاتل كان له دور كبير في تدمير الدبابات والعربات والأطقم القتالية للميليشيات الحوثية. تقدم الميليشيات ستنزم. نعم. الشعب سينتصر على تلك الميليشيات أخي العزيز. جزيل الشكر لك الناطق باسم القوات الحكومية العميد عبدو مجلي. تكمن مشكلة المجتمع الدولي اليوم في تعامله مع النزاع اليمني، في عدم فهم طبيعة وجوهر الصراع، في خلفياته التاريخية والإيديولوجية والمجتمعية. فما هو حاصل اليوم ليس خلافا سياسيا هدفه الوصول إلى السلطة والحكم فقط، يمكن حله بانتخابات حرة ونزيهة كما تتصوره الدوائر الغربية، دون إدراك أو ربما تجاهل لحقيقة أن الحوثية مشروع قائم على فكر الحق الإلهي المزعوم في الحكم والتقسيم الطبقي للمجتمع. إذن بعد أن وقع الحوثيون على اتفاق ينهي حرب صعدة الرابعة، عادت هذه الجماعة لتفجير الوضع في صعدة عسكرياً، للهروب عسكريا مما تم الاتفاق عليه. العرض البانورامي التالي يستعرض حرب صعدة الخامسة.
أهلا بكم. بعد التصعيد الذي مارسه الحوثيون بعد توقيعهم على اتفاقية الدوحة في العام 2008 من تفجيرهم للمساجد ونصب كمائن لأبناء القوات المسلحة واستحداث نقاط تفتيش في مداخل مدينة ضحيان، اندلعت حرب صعدة الخامسة. وعلى عكس المتوقع، فقد حرك الحوثيون خلاياهم النائمة في مناطق أخرى خارج محافظة صعدة، مستفيدين من الإرث الذي تركه تنظيم الشباب المؤمن ومخرجات مراكزه ومعاهده التعليمية التي تجاوز خريجوها 30,000 وفي أكثر من محافظة. لتشهد حرب صعدة الخامسة ولأول مرة اشتباكات خارج صعدة، حيث امتدت المعارك إلى حرف سفيان في محافظة عمران وأيضا إلى بني حشيش في محافظة صنعاء. ركز الحوثيون على تفجير الوضع في بني حشيش، وذلك لقربها الجغرافي من أمانة العاصمة مركز النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة. حينها تدخلت وحدات من الحرس الجمهوري واستطاعت حسم المعركة خلال أيام، وطهرت المنطقة تماما من المتمردين الحوثيين. في حرف سفيان تصدت القبائل هناك جنبا إلى جنب مع أبناء الجيش لعناصر التمرد الحوثية، وألحقوا بها خسائر فادحة. طلب مشايخ محافظة صعدة الالتقاء برئيس الجمهورية، وبالفعل اجتمع الرئيس بمشايخ محافظة صعدة في 8 يوليو من العام 2008، وأسفر الاجتماع عن اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مكونة من 3 أشخاص من كل من مجلس النواب وأيضا من العلماء ومن المنظمات المجتمع المدني للنزول إلى محافظة صعدة لمقابلة قيادة الحوثي والتفاوض معهم على إيقاف الحرب وإلقاء السلاح والعودة إلى طاولة الحوار كمحاولة من الدولة لإنهاء المواجهات المسلحة بالطرق السلمية واستجابة للوجهات المجتمعية التي تعهدت بإقناع الحوثيين بالقبول بالشروط التي وضعها رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسفر لقاء الرئيس بمشايخ صعدة بتجنيد 27,000 مقاتل من أبناء المحافظة وقبائل حاشد وبكيل دعما للجيش في حال رفضت الميليشيات الوساطة المجتمعية. في 7 أغسطس عام 2008 أعلن عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين التزامه الكامل بالنقاط التي حددها رئيس الجمهورية، والتي تم على أساسها وقف العمليات العسكرية في محافظة صعدة. تلك الشروط التي وضعت نصت على التالي: الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في كافة مديريات محافظة صعدة، تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة الحوثيين إلى الدولة، عودة المواطنين النازحين إلى قراهم وعدم التعرض لهم، فتح الطريق وإزالة الألغام والنزول من الجبال، عودة المنهوبات إلى السلطة المحلية وإلى القوات المسلحة، تسليم المختطفين من القوات المسلحة والأمن والمواطنين إلى السلطة المحلية. الدولة هي المسؤولة دون غيرها في بسط سلطة النظام والقانون في كل محافظة صعدة. تتابعونا بعد الفاصل. استمرار تدفق اللاجئين يضاعف أعباء اليمنيين ويقوم بحرمان آلاف اللاجئين من أبسط الحقوق. السابع عشر من يوليو المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، مخلصا لديني ووطني وأمتي. هذا اليوم التاريخي الذي لم يمحى ولن يمحى من ذاكرة أبناء الشعب اليمني المناضل. أعترف مقدما أنني لن أستطيع في هذه الكلمات المعبرة أن أفي رجلا بحجم الوطن أفنى حياته من أجل هذا الوطن، عمل بكل ما يملكه من قوة، خلط الليل بالنهار، عمل في الظروف الصعبة والمعقدة، خاض كل المحن وواجه كل التحديات. ولكننا نحتاج إلى آلاف وآلاف الندوات
ونحتاج إلى أن يدرس في الجامعات والمعاهد حياة شخص اسمه علي عبد الله صالح. أكثر من 30,000 مهاجر يتواجدون في اليمن في الوقت الراهن، تقطعت بهم السبل ويعيشون ظروفا صعبة، ويعانون أيضا من وصول محدود الخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والمياه وكذلك الرعاية الصحية. آلاف اللاجئين الفارين من دول عدة في شرق أفريقيا اعتادوا على اتخاذ الأراضي اليمنية معبر للوصول إلى السعودية ودول الخليج. ساعد على ذلك قرب اليمن من بلدانهم التي لا يفصلها عنه سوى عشرات من الأميال البحرية على البحر الأحمر وخليج عدن. المنظمة الدولية للهجرة قالت في تغريدة حديثة على تويتر إن أكثر من 32,000 مهاجر يتواجدون في اليمن تقطعت بهم السبل ويعيشون ظروفا صعبة ويعانون من وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية. منظمات حقوقية وإنسانية نشرت العديد من الفيديوهات المسجلة للمهاجرين المحتجزين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بإساءة معاملتهم من خلال وضعهم في أماكن احتجاز تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، إلى جانب تعريضهم للجوع وسوء التغذية ومتاعب عديدة أخرى. الهجرة الدولية طالبت باستمرار تحسين معاملة المهاجرين في اليمن مع الميليشيا الحوثية، لكن المطالبات لم تسفر عن تحسين أوضاعهم، وتطالب المنظمة في الوقت ذاته السلطات الإثيوبية بمعالجة القضية مباشرة مع الحكومة اليمنية، وتشدد على أهمية أن يحصل المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل على المرور الآمن والحماية والإفراج عن المعتقلين منهم. وعلى الرغم من الحرب الكارثية الدائرة في اليمن وما خلفته من تداعيات على مختلف المستويات بما فيها تلك المرتبطة بسلامة الهجرة إلى اليمن والمخاطر التي تهدد القادمين من الضفة الأخرى من البحر إلى الشريط الساحلي اليمني الممتد من البحر الأحمر وحتى البحر العربي. معنا عبر الهاتف للتحدث حول هذا الموضوع رئيس مركز سكوب للدراسات والإعلام الإنساني محمد المقرمي. أهلا بك سيد محمد. أهلا بكم جميعا. مرحبا بك. إذن بلد منهك مثل اليمن يعاني من الحروب، ما الذي يدفع هؤلاء اللاجئين لاستهدافه؟ لا نستطيع أولا أن نغلق الأبواب عن النازحين سواء من أي دولة. اليمن بحد ذاتها كما أشرت دولة تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ونحن نعيش هذه المأساة، ويفترض عندما يأتي اللاجئون إلى وطننا أن نرحب بهم، فالوطن يتسع للجميع، ليس هناك أدنى صعوبة أو مشكلة فيما يتعلق بالجزء، لكن يفترض أن يكون هجرتهم منظمة لكي لا أولا لحفظ حياتهم وحماية حياتهم بالدرجة الأولى من الابتزاز ومن تجار الحروب ومن الذين يسعون إلى المهربين أو أولئك الذين يسافرون بمعاناتهم. الأمر الثاني أيضا أن يوجد أو يوفر لهم مكان آمن، وهناك منظمات دولية عاملة في هذا المجال مثل فوضية سيميشن اللاجئين، هي مختصة أصلا باللاجئين واللاجئين إلى اليمن من دول أخرى، كما هي أيضا مختصة باللاجئين وبالنازحين اليمنيين. وصولهم إلى اليمن ربما هو ليس من أجل اليمن بل من أجل أولا الخروج من المأساة في بلدانهم. طيب سيد محمد، في حال تم مجيئهم إلى اليمن بطريقة منظمة، ما هي المنظمات المعنية الآن للتخفيف من معاناتهم أو لتوفير الاحتياجات؟ هي بالدرجة الأولى الفضيلة السامية لشؤون اللاجئين، وهي تتسلم مبالغ من كل المانحين سواء للمبالغ المخصصة لليمن أو المبالغ المخصصة بشكل عام للاجئين على مستوى العالم. اللاجئين الأفارقة لهم مخصصات، ويفترض أن يحظون برعاية واهتمام خاص كغيرهم من اللاجئين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أولا بالدرجة الأساسية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد المقرمي رئيس مركز سكوب للدراسات والإعلام الإنساني.
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 3 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، وقالت في حسابها على تويتر إن إصابتين سجلتا في حضرموت وواحدة في عدن، وتم تسجيل 4 حالات شفاء في مأرب في حين لم تسجل أي حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 6964، منها 1366 حالة وفاة و 4151 حالة تعافي. يتخطى المصابون بفيروس كورونا حاجز 189 مليون شخص في وقت يشهد العالم تفشي جديد للمتحورة دلتا. ذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تجاوز 189 مليونا و 320 ألف شخص، فيما تجاوزت الوفيات 4,077,000 شخص، وتجاوز عدد من تم شفاؤه من المرض 172,883,000 شخص. أصبحت إندونيسيا التي أعلنت عن حصيلة قياسية من 54,000 إصابة فيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، البؤرة الجديدة للوباء في آسيا متجاوزة الهند، وأتى تزايد الحالات إلى بلوغ المستشفيات أقصى طاقاتها، وهناك العديد من المرضى يتوفون في منازلهم، فيما تبحث العائلات يائسة عن عبوات الأكسجين. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 54,517 شخصا، وأيضا تجاوز الوفيات أكثر من 900 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إن هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة لتطعيم 70% من سكان العالم من أجل إنهاء جائحة كوفيد 19. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح الجزء الوزاري في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة إن التعهدات بالجرعات والأموال ليست كافية، نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن 11 مليار جرعة لتطعيم 70% من سكان العالم وإنهاء هذه الجائحة. تابعونا أيضا بعد الفاصل. سخط شعبي واسع في شبوة لارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف العملة الوطنية. أقسم بالله العظيم أن أقول أن نفسي كان بكتاب الله وسنة رسوله مخلصا لديني ووطني وأمتي. حذر برنامج الأغذية العالمي من خطورة تفاقم أزمة الجوع الحرجة في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انهيار قيمة العملة، وقال البرنامج إنه قام بزيادة مبلغ المساعدات النقدية منذ بداية شهر يوليو ليساعد ذلك الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن من الصعب مواكبة مثل هذه الزيادة السريعة في الأسعار التي تهدد بتفاقم أزمة الجوع الحرجة الحالية في اليمن. الملايين من اليمنيين لا يستطيعون تحمل تكلفة ما يكفي من الغذاء للحصول على هذا الغذاء طوال اليوم. وأكدت الأغذية العالمية
أن اليمن لم يشهد مثل هذه الزيادة السعرية في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر العام 2018 عندما كانت البلاد على شفا المجاعة. غضب عارم يسود مختلف الأوساط الشعبية والتجارية في محافظة الشبوة على خلفية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعدما تخطى سعر الدولار الواحد حاجز 1000 ريال في هبوط قياسي وغير مسبوق ويعد الأسوأ في تاريخ البلاد. غضب عارم يسود مختلف الأوساط الشعبية والتجارية في محافظة شبوة على خلفية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعدما تخطى سعر الدولار الواحد حاجز 1000 ريال في هبوط قياسي غير مسبوق ويعد الأسوأ في تاريخ البلاد. مراقبون اعتبروا استمرار انهيار الريال بمثابة كارثة اقتصادية ترمي بظلالها على الحركة التجارية والحياة العامة في البلاد وتخلق عبئاً إضافياً ومتاعب معيشية جديدة على المواطنين وتدفع بالمزيد منهم إلى مصائد الجوع والمجاعة والفقر والحاجة. فيما شهدت أسواق المحافظة حالة من التخبط في مختلف الأنشطة التجارية حيث تحفظ الكثير من التجار على بيع البضائع للترقب عما تؤول إليها أسعار الصرف تفاديا لتعرضهم للخسائر. مواطنون اعتبروا ذلك بمثابة كارثة اقتصادية قاتلة تستهدف حياتهم بسلاح بلا رصاص. بصراحة تدني الغير المتوقع والسريع في سعر العملة المحلية بمثابة كارثة اقتصادية حلت بالبلاد والعباد، فقد أحدثت حالة من الشلل والارتباك في مختلف الأنشطة التجارية، فالتجار في حالة توجس وخوف من تعرضهم للخسائر، فما بالك بما يتعرض له البسطاء من الناس والأضرار التي تلحقهم في معيشتهم. الأمر يتطلب إلى التدخل السريع والعاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإنقاذ الناس بشكل أجمع من مجاعة وموت محقق لا سمح الله. ومع الانهيار المتسارع والخطير لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، فقد أوقفت محال الصرافة عمليات بيع وشراء العملات تنفيذا لقرار نقابة الصرافين بالمحافظة. في الحقيقة نحن في نقابة الصرافين محافظة شبوة قمنا بتوقيف عمليات البيع والشراء، وذلك للحد من انهيار العملة الوطنية بسبب الطلب الكبير من قبل عصابات ومافيا في البلد غير مهتمة بحياة المواطنين المعيشية. كما قمنا بتوقيف التعامل مع الصرافين غير المرخصين لأنهم يعتبرون عامل مساعد في المضاربة بالعملة، وكما قمنا بتقييد عمليات التحويل بمبلغ 1,000,000 ريال يمني كحد أعلى، وذلك بسبب تصعيد العامل تصعيب عملية التداول وتغطيات العمليات البيع والشراء بين المضاربين. يواجه اليمنيون منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ 7 سنوات أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ لما ترتب عن هذه الحرب العبثية من تداعيات خطيرة ضربت المنظومة الاقتصادية في البلاد واستهدفت كل مقومات الحياة والعيش بسلام. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة. في تعز نفذ البنك المركزي ونيابة الأموال العامة حملة واسعة أغلقت من خلالها العديد من محلات الصرافة المخالفة بهدف الحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف. يأتي نزول الفرق المشتركة بين البنك المركزي ونيابة الأموال العامة وبمساندة وحدات أمنية لضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، ما من شأنه وضع حد للتدهور المستمر للريال اليمني مقابل العملات الصعبة الأخرى. وتستمر الحملة في الضبط حتى تصحيح أوضاع محلات الصرافة المخالفة والتقييد بتعليمات البنك المركزي. نحن اليوم في شرطة محافظة تعز ننفذ حملة أمنية بالاشتراك مع الأخوة في البنك المركزي اليمني ونيابة الأموال العامة لغرض إغلاق منشآت الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون، وذلك حفاظا على مستوى أسعار الصرف العملات وإيقاف التلاعب بأسعار الصرف في ظل الارتفاع المفاجئ والجنوني لأسعار الصرف داخل البلاد. وإن شاء الله بإذن الله أن تحقق هذه الحملة الهدف في السيطرة على المنشآت المخالفة والتي أصبحت أشبه بالبقالات يعني وأكثر من البقالات في شوارع المدينة.
نتمنى من الله التوفيق، ونتمنى من الأخوة في الحكومة والأخ رئيس الوزراء أن يهتموا بالصرف والدعم العملة أمام هذا الانهيار المفاجئ. يعتبر جزء من الحلول، بالرغم من أننا نشوف أنه بوقت متأخر، لكن نعتبره جزء من الحلول. ضغط على البنك المركزي للنظر في تدهور العملة وما وصله الاقتصاد. في المقهى دشنت جمعية الزهراء الاجتماعية لتنمية المرأة معرضها الأول للأسر المنتجة بدعم ورعاية من المقاومة الوطنية. واحتوى المعرض على منتجات محلية وأشغال يدوية وأعمال خياطة وتطريز وملبوسات تراثية وغيرها. حرصا من المقاومة الوطنية وتشجيعا للمواهب والأيادي العاملة في القطاع النسائي في الساحل الغربي، دشنت جمعية الزهرة الاجتماعية لتنمية المرأة معرضها الأول لمنتجات الأسر المنتجة. وفي التدشين قام مدير عام مديرية المخا باسم الزريدي ومعها الدكتور عادل المسعودي مدير المنظمات في الساحل الغربي بافتتاح المعرض الأول للجمعية. إن هذا المعرض يحتوي على منتجات محلية وأشغال يدوية وأعمال خياطة وتطريز وملبوسات تراثية وغيرها من المنتجات التي أبدعتها الأسر المنتجة في المخا. نحن سعداء اليوم أن نزور ونفتتح هذا المعرض للأخوات في الجمعية. طبعا وجدنا أشياء كثيرة تنتج في المخا، وهذا شيء جيد، وصناعة وحرف يدوية وكذلك منتجات العطور والبخور وغيره من الحرف التراثية التي تمثل حضارة ومديرية المخا. طبعا نحن ندعو كل المنظمات أن تقدم الدعم والعون لهذه الأسر والتي تتكفل وتقوم بإعالة الأسر. صراحة أكثر من 100 منتج يعني من قبل الفتيات والنساء المنتجات هنا في الجمعية، منتجات رائعة. نحيي كل من قام على هذا الجهد المميز، ونحيي مشاركة مدير عام المديرية. طبعا هذا أول معرض لنا منذ فترة، يعني الآن إحنا لنا تقريبا من شهر 2 بدأنا استأنفنا عملنا واستلمنا هذا المبنى، والحمد لله يعني، وباقي معانا المبنى آخر إن شاء الله بنستلمه قريب. وهذه منتجات يعني بدأنا نشتغلها، فلأنه ما فيش معانا مكاين، نحنا اشتغلنا قباضات داخلة المركز، الباقي اشتغلنهم في البيوت كل وحدة يعني بجهود ذاتية، ومنهم الذي نحنا مولناهم يعني ببعض المبالغ على أساس يعني اللي يعني ماديا ما تستطيع. قمنا بجمع كل الأعضاء الموجودين هنا في هذه الجمعية، وبدأنا بجمع المنتجات التي قامت بها كل عضوة. حضر التدشين قيادات من السلطة المحلية والقطاع الخاص وجمعا من المواطنين والمهتمين بالأعمال اليدوية، وتشجيعا للمواهب التي تسعى لتقديم الأفضل للمجتمع اليمني. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب المران من مدينة المخا الساحلية. تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة: التنمية والتعايش السلمي بين اليمنيين أبرز مزايا فترة حكم الزعيم علي عبد الله الصالح لعقود. القوات الحكومية والمقاومة تتقدم في مأرب وسط مطالبات بتحريك كافة الجبهات. وميليشيات الحوثي تواصل التضييق على اليمنيين وتحول أفراحهم إلى أتراح. ألقاكم على خير في النشرة القادمة. إلى اللقاء.